حتى القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. وتعالى جبريل نداه الله الله أكبر. ما رأي سماحتكم في الشعائر الحسينية التي تقام لإحياء ذكريات الإمام الحسين عليه السلام، من اللطم على الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور والتطبير والشبيه والضرب بالدمام واقتحام النار المعتاد في كثير من أقطار آسيا وإفريقيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في جواز الشعائر الحسينية المذكورة، وكلها جائز حتى التطبير، فإذا لم يعلم بتلف نفسه من جهته وسببه فهو جائز بل راجح.